بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا من أسعد خلقك، سعادة ناتجة عن إيماننا بك ومحبتنا إياك. آمين يا ولي النعم ومبعد عنا النقم. ناخذ بعض آيات الخاتمة لسورة فاطر. ماذا يقول ربنا مخاطبا نبينا ومعلما إياه عليه الصلاة والسلام؟ ولو ترى إذ فزعوا، أي لو تتخيل أو الصورة الحقيقية اللي مش تجي في المستقبل تكون أمامك بدون تغيير. ولو ترى إذ فزعوا، هذا بقدرة رب، ما يعجز شيئا بالقوة المتين. ولو ترى إذ فزعوا، أي أمبرا أين بانيك، يعني تصور الكفار والمنافقين والملحدين والريبيين في حالتهم فك اليوم العصيب، العبوا هنا كما تحبوا، صهاينة وكرب وعجم، لعبتوا مدة طويلة، لكن اللقاء مع الله مش يكون أشد وقع على أنفسكم خبيث. هذا شيء ثابت، وعلى دائما ننبه بكم أنك نعرف وذكرت أنفسنا أنكم مكنش مآلين باش تفهموا التنبيه، ومن الله التنبيه على ما دورنا ما يحصر في تبليغ كو ما تعرفش اللغة العربية، يعني نعاونكم ساعة ساعة كلمة هكا توجهكم بلغتكم فقط. والكرب هو من أشد الناس حربا على أهل الرب سبحانه وتعالى، يعني مريناه جماعة ما كانت شديدة في تعاملها كالكرب حين بنو أمية قالوا لهم أنتم أهل الأمة وأنتم البيعة تقع عليكم لأنكم مسلمين، ونحن معاوية بن أبي سفيان مسلم، وبرا عبد المسلم يغدر المسلم يقتل المسلم، هو وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص كذلك يتخبطوا معناه ويرفعوا المصاحف على أطراف النبال ويخدموا خدمة ضد سيدنا علي الخليفة الرابع عليه رضوان الله. ما فماش بنو أمية وراو حقيقة العرب حين يوصلوا يستغلوا الدين لصالحهم، صالح شيطان ليس صالح الأمة، بل يستغلوا الأمة خاصة المغفلين اللي يقول لك احنا كو البيع وقعت احنا نمشي معه. احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا أمة. إذا كان جماعة مغفلين ولا منهم بالذات قالوا أنا بايعنا معاوية، فاعلموا أنه الواجب عليكم أن تكونوا حذرين. هذا لم يكن، فكانت العاقبة أنا في يد المشؤومين، وقعت مقاليد الحكم وصار ما صار، وكيفاش عمل السيف والسموم على حساب أهل الأمة الحقيقية في مقدمتها البيت عليهم رضوان الله والسلام.